انتظمت اليوم بالعاصمة ندوة تحت عنوان كتبت المحكمة كمدخل إصلاح المنظومة القضائية بإشراف الجامعة العامة التونسية للشغل وحضور النقابة الوطنية لموظفي وأعوان العدلية وتقنية الإعلامية التابعين للجامعة في غياب لسلطة الإشراف، على الرغم من أهمية دور كاتب المحكمة حسب ما أكدت الأستاذة لطيفة الخميري رئيسة كتبة المحكمة الاستئناف بتونس. دائما اني نحاول اني نبلغ الصوره الواقعيه اللي ما يعرفهاش المتقاضي الكاتب المحكمه ودوره الفعال في كتابه المحكمه وفي حسن سير مرفق القضاء، خاصه انه الناس الكل تتصور الكاتب موجود باش يكتب فقط، هو الكاتب مش يدون، صحيح الكاتب يدون كل المداولات تصير في الجلسات لانه عنده دور هام، لولا اعمال السابقه واللاحقه للجلسه ولصدور الاحكام لما أتى عمل المجالس أكله. وتضمن الموضوع الأساسي للندوة حول إصلاح المسار المهني لكافة الأسلاك من سلك مشترك وتقنية الإعلامية، وهذا ما صرحوا به أعوان النقابة الوطنية لموظفي وأعوان العدلية تابعين للجامعة العامة التونسية للشغل. إذا كان ما ننظموش القانون في أي هيكل ما يتنظمش العمل، لأنه العمل هو انعكاس للقانون المنظم. كنقابة زادة قدمنا برنامج باش تعصير القطاع وتعصير منظومة العدالة داخل المحكمة. اليوم على خاطر تشوف الإجراءات قداش تتعطل وقداش فما تأخير في التريتمون تاع لي دوسي، دونك اليوم احنا من دورنا يظهر لي باش نساهموا في تحسين وضعية المحكمة. وللتذكير فإن ندوة هذه جت في إطار إصلاح المسار المهني للأسلاك المشتركة التابعة لوزارة العدل.